في هنا تأثر الملك عبد الله، افتكر أكيد الملك عبد الله افتكر لما كان الأمير حسين عندما تم ولادته، والآن يفرح بزفافه. شوفوا هذه اللقطة الجميلة في كتب الكتاب، ينظر إلى رانيا متأثر جدا بهذه اللقطة. شوفوا الآن، شوفوا يقبل رأس والده ويد والدته رانيا. الله على التربية الجميلة، التربية الصحيحة. طبعا هذه لقطات من عفوية في الزفاف الملكي للأمير حسين والأميرة رجوة. أراد الحرس الملكي يزفون الأمير الحسين ورجوة. الله 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 على في الأسطوري. شوفوا أروع لقطة كانت هذا العلم الأردني، شوفوا كيف عملوها، كان علم رجوة. شوفوا الله 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 من بعيد، هذا هو العلم الأردني كما ترون. كانت هنا لقطات عفوية جدا في هذه الصور. شوفوا هذه اللقطة، كانت الأميرة رجوة نسيت أكيد إن هي تصوير مباشر. شوفوا هنا أثناء الزفاف من زفهم، شوفوا المطرب محمد عبده يقبل الملك عبد الله. طبعا اللي كان زفهم المطرب محمد عبده والمطرب عمر العبدلات، قاموا بزف الأمير الحسين. شوفوا هنا أثناء تقطيع التورتة كما ترون، شوفوا شوفوا الجمال. هنا بيشاور لهم، بيحكي للناس يعني تعالوا اطلعوا اطلعوا تعالوا. أخلاق قيم تروها هنا في العائلة الهاشمية كما ترون. أكثر شوفوا كمان مرة إعادة. طبعا هذه اللي ترتدي الأميرة جليلة، والدتها وأبوها هو الأمير فيصل الملك عبد الله. جميل جدا جدا، شوفوا هذه اللقطة رائعة جدا عند وقوع حقيبة الملكة رانيا. انظروا الجميع نزل بده يجيب لها، شوفوا شوفوا كلهم نزلوا يجيبوا لها الحقيبة للملكة رانيا. العريس بنفسه نزل، لأنه هذه تكون على التربية الجميلة الصحيحة، التربية الرائعة لهذه العائلة الهاشمية. ما رأيكم أنتم؟ أنتظر آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.